أعدت ولاية برج بوريريج برنامجا خاصا لزراعة البقوليات هذه الأخيرة العمود الفقري في قوت الجزائريين، حيث تم تخصيص ما يقارب 800 هكتار لثلاث مزارع نموذجية بالولاية. راحين إن شاء الله نبادروا ونساهموا إن شاء الله بزراعة 300 هكتار من الحبوب من البقول الجافة، منها 200 قطار نتاع عدس و100 قطار نتاع حمص. الامكانيات راهي متوفره من طرف يعني السلطات العليا للبلاد، منها العتاد عن المتوفر من طرف تعاونيه البقول والحبوب الجافه، البذور متوفره كذلك. السلطات العموميه تعلق امالا كبرى على هذه الشعبه لتزويد السوق المحليه امام سلسله المنح والتحفيزات إنتاجا جنيا وتسويقا وتراخيص لإنشاء الأنقاب والعتاد. من أجل رفع المساحة، تقليل من الأراضي البور، إضافة إلى الأمن الغذائي اللي راهي مركزة عليه الدولة الجزائرية، المزرعة النموذجية يحيى بن عيشوت قامت بزراعة كل المساحة 1800 هكتار كامل مزروعة. هذه العملية رافقتها قرارات هامة للسلطات العمومية من حيث المرافقة بتوفير المادة الأولية مجانا لفائدة الفلاحين المقحمين في هذه العملية، على أن تتكفل الدولة لاحقا بالحصول وشراء هذا المنتوج. رفع الإنتاج الوطني من بقوليات أحد تحديات هذا الموسم الفلاحي لضمان أمننا الغذائي.